ما كان بالحسبان. بشوف الدوسه الدوسه. تخيل لقيت ملف كله ثمانينات، كله قصائد الثمانينات. الله الله. ومنها في شيء، ومنها شيء ملحن ونسيت الحانه. تخيل شيء نسيت لحنه وشيء ما تذكرت الا بعضه. ف حتى اغلبها ما تغنى يا ابو ركان، يعني اغلب الموجود ما تغنى. اي والله. ف من صدقيني وخذ ما تبي، ولا المجموعة هذه كلها. شوف شكل الدوسيه بس وقنع. هذا مخزون ترى مو بسيط، والله مو بسيط. يعني لو رتب وضعي على شيء أقدمه جلسات عود وإيقاع بس، أجمع لي ألبوم ألبومين وأطرحها، عمل منها توثيق ومنها طعم لك تجديد للقديم، ومنها طرح في السوق. يعني اللي يتابع بيلقى شيء يتابع. طيب ناوي ولا مش ناوي بصراحة؟ لا عفا عليك. طيب لو طلبنا كلام من الكتيب ابو نايف. حاضرين، مش تبي بس؟ ما الأمر لله ثم لك يا سيدي، أنت أبوه سمى.